هناك أشياء يجب أن نتكلم عنها، لأن كما قلت في المحاضرة يجب أن نعطي الحل، ليس كلام هكذا. المحاضرة طويلة جدا ومسترسلة، ونصل إلى الهرمونات في اللحوم كما قلت، فدجاج ولحوم العجول ولحوم الديك الرومي، والآن القنية حتى يدخلوا لها السوماتروتروبين، والأسماك كذلك أدخلت لها السوماتروتروبين، هذا الهرمون هرمون التسمين، واسمته هرمون النمو، يعني الهرمون دو كرواسونس، فأدخل إلى كل الأشياء. واللحوم الآن التي سنستورد، إذا ما استوردنا لحوم فهي لحوم فيها هرمونات، لأن ليس هناك تسمين بدون هرمونات في أوروبا وفي أمريكا. ولا يمكن أن نكذب ونقول بأن الإنتاج ليس فيه خطر، لا يمكن. فهناك هرمونات الاستيبي سوماتوتروبين هرمون، هذا وأقدم الهرمونات التي أدخلت، ويعني نقف عند هذا النقطة. فالهرمونات ماذا تعمل في الجسم؟ الإخوان الأطباء يعلمون هذه الأشياء جيدا. فالهرمونات تذهب إلى الآي جي إف، لأن في المناعة الجسم هناك الإي جي جي والإي جي أو الإي جي إم، طلبة يعلمون هذه الأشياء كلها جيدا. لكن هناك واحد العامل فاكتور اسمه الآي جي إف، وهذا الآي جي إف هو عامل سرطان. إذا التركيز، إذا يعني ارتفع التركيز فيصبح سرطان، لأنه يعني يبحث عن الخلية السرطانية ثم يحفز هذه الخلية اللي كنسميو حنا سيتانا أجون ميتاجين، هو يعني يجعل هذه الخلية تتكاثر تكاثر بشيع وخطير. وهذا الآي جي إف هي الهرمونات تكثر من الآي جي إف في هذه المنتوجات، ومن طبيعة الحال الآي جي إف لما يكون عند البقر يمر عند الإنسان، هنا كاين الخطر. هو نفسه المكون الآي جي إف نفسه هي اللي كاين عند البقر، هي تمر عند الإنسان، هي نفسها لما تصبح التركيز في الدم بكثرة من طبيعة الحال فهو يعطي سرطان محقق. يعني المكونات هنا كم من الهرمونات، انظروا الصويبين، الصوجة شحال فيها 1000 ميكروغرام في 500 غرام، الكبيج، الإكس، البيض، الآيس كريم، الويت، الجرم هذا القمح، البيز هي الحمص، والحليب، والبيف فروم ستير امبلانت كاتل هذه البقر المسمن، هذه أشياء أصبحت الآن في الأسواق. ونخشى على الأطفال ونساء حوامل أكثر ما يعني نخشى على كل الناس، ولكن الأطفال لأن الوزن صغير، وأي كمية ممكن أن تجعل ما تجعل في هذا الشخص يعني تشيكن رانواي، يعني ولا هذه ولات يعني آلة ديال الدجاج، يعني آلة تقريبا ولا يصنع على إنتاج يعني غريب هذا الشكل. والبيض من طبيعة الحال هذا البيض ديال المزارع هو فيه كوليسترول، والبيض البلدي ما فيش كوليسترول، ونشوفه إلى الله سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه. يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى أنه أحسن كل شيء أحسن كل شيء، فإذا غيرت هذا الشيء فأنت تتحمل مسؤوليتك. يعني حليب، هل هو حليب الآن أم أشياء أم قنابل موقوتة، نحن لا ندري ماذا نشرب، لأن الأبقار غيرت عبر جينيا، ويعني أمور خطيرة. البريست كانسر هو سرطان الثدي، هو أول سرطان الآن في الإحصائيات في أمريكا وأوروبا، أول إحصائية تعطي أول سرطان، سرطان الثدي يتبعه سرطان عنق الرحم، يتبعه سرطان بروستاتا عند الرجال، ثم سرطان الكبد، وكذلك الأوريل المشكل ديال سرطان الرئة وسرطان الجهاز التنفسي العلوي. بعض الأشياء سمعتم أن إضافة الحديد في الطحين، إضافة الفيتامينات في الزيت، وإضافة اليود في الملح، هذا يا إخواني أقول أنهم يصححون خلق الله بقلم أحمر. علمتم ما أقول، يصححون خلق الله بقلم أحمر، هم يقولون لله سبحانه وتعالى أن هذا الخلق غير كامل ونحن نصححه بقلم أحمر، نحن لقد نسيت يا ربي اليود في الملح ونحن نضيف اليود في الملح لأنك نسيتها، ولقد نسيت الفيتامينات في الزيوت ولم تعرف كيف تخلق هذه الزيوت ونحن نضيف فيتامينات في الزيوت لأنك لا تدري كيف تخلق، وأنت خلقت قمح لا يعطي شيء ونحن نصحح الخلق يعطي القمح 120 قنطار في الهكتار، وأنت خلقت دجاج يعطي كيلوغرام ونصف في شهر في 5 أشهر، ونحن دجاج يعطينا كيلوغرامين في 40 يوما، فأنت لا تعرف كيف تخلق يا ربي، نحن نعرف كيف نصحح هذا الخلق. فسبحان الله، انظروا إلى العلماء كيف تشابه عالم الخلق، يعني أم خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. العلماء الآن تشابه عليهم الخلق، والله سبحانه وتعالى يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فضلال يعني ضلال مبين، ضلال، العلماء الآن في ضلال.
هذا خلق الله، يعني ما يقول الله سبحانه وتعالى أنه أحسن كل شيء خلق، فقد أحسن كل شيء خلق. نحن نؤمن بالله ونؤمن بالكتب ونؤمن ما يقول. أما أن يأتي العالم ويقول نحن تحسين هذه المادة، تحسين جودة هذه المادة، نحن نعطي حليب أحسن، فهذا خطأ وكذب أباطل، ولا يمكن أن نثق بهذه الأشياء لأنها من صنيع البشر، وكل ما يصنع البشر هو يخطئ ويصيب، ويخطئ أكثر ما يصيب. والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخطئ، فيعني لا يمكن، لأنه هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بالخلق، وهو أعلم بماذا خلق، وأعلم بالخلق كيف خلقه، فلا يمكن أن نتجرأ عليه. ثم هذه الأشياء التي غيرت وراثيا، فعالم أمريكي اسمه قابيل نشر على شبكة الأنترنت، قرأت الخبر بالأحمر، كتب على شبكة الأنترنت بالأحمر: الحليب لا يصلح للعجول فكيف بالإنسان؟ حليب الأبقار لا يصلح للعجول، يضر 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 ومضر للعجول، حليب الأبقار الآن لا يصلح للعجول، فما بالكم إذا تناوله الإنسان؟ هذه أشياء خطيرة. ثم ماذا نأكل في هذه الزبدة؟ الناس يشتريوها بحالة زبدة، مول الحانوت تقول أعطيني الزبدة تعطيك مارغرين. يا أخي راكين زبدة وكين مارغرين، المارغرين ليست زبدة، مارغرين مادة صناعية مصنعة 100%، ليست طبيعية وليست خالية من الكوليسترول كما يزعمون، ولا كذب في كذب. فهذا سؤال مأخوذ من 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 الانترنت على هذا الشكل. عالم أمريكي يقول بلاستيك أور باتر، هل تأكلنا الميكل بلاستيك، هل تأكلنا بلاستيك أم تأكلنا زبدة؟ زبدة فهي ليست زبدة، إذن فنحن نأكل بلاستيك. لماذا؟ لأننا لا نسخن المادة الدسمة السائلة على درجة 600 درجة حرارية ونحفزها بالبلوم بالرصاص، فمن طبيعة الحال تصبح بلاستيك، لأن الصناعة ديال البلاستيكي اللي خدام في لوزين ديال البلاستيك راكم شفتوا كيف يعملون فيها صناعة بلاستيك، لما يصنعون أفلام من بلاستيك هكذا تماما، يسخنون هذا البلاستيك ويمر عبر هذه يعني عجانات، وكذلك هذه الآلات التي يعني تجر هذا البلاستيك يصبح أفلام. فمن طبيعة الحال المادة الدسمة لما تسخن على درجة حرارة عالية تصبح بلاستيك 100%. هذا الخلق الذي خلقه الله، المادة الدسمة التي خلق الله فيها السيس، يعني الهيدروجينات فوق بحال الأذنين، هذيك الهيدروجين اللي مدورين عليها، الهيدروجينات بجوج فوق، سميتها الفورم سيس، يعني الشكل سيس. ولكن لما يلعب بها الإنسان ويعبد فيها أو يصنعها تصبح ترانس، والترانس سرطانية والسيس غير سرطانية. الشكل سيس غير سرطاني والشكل ترانس سرطاني. ترانس هو كرسي، شتو الهيدروجين مع الكربون، كربون هيدروجين يعطي كرسي، هذه اللي مدورين عليها، تنسميوها على فورم شيل، يعني الطلبة راه تعرفوا هذه كرسي تعطي سرطان محقق في المادة الدسمة، وهذه المكونات ترانس موجودة في المارغرينات طبعا. ثم ما هو الحل؟ الحل أننا إذا ما رجعنا إلى أصلنا فسنقتل أشر قتلة، سنقتل أشر قتلة. لماذا؟ لأن سنقتل ببطوننا، وكما نقول فالشماتة أن يموت الإنسان ببطنه، لكن يقتلون بكراشينا كما نقول إحنا في المثل الأمي، لها شماتة كبرى أن يقتلوننا ببطوننا. فكيف يمكن أن نرجع إلى الأصل؟ نرجع إلى الأصل إذا أخذنا غداءنا الطبيعي. عندنا الحمد لله مكونات، فواكه، خضر، لحوم، دجاج، بيض، كل شيء موجود، يعني كاين علي غالي، ثمن مرتفع نعم، ولكن موجود، المهم أنه موجود. فإذا ما الناس شجعوا هذا الإنتاج فربما سيكثر وربما الثمن ينخفض، ولما لا؟ أو إذا اشترى الناس هذه الأشياء فالقليل منها يكفي، القليل منها يكفي جدا. أما الأخرى فالناس الآن في الدار البيضاء يأكلون أكثر من الناس في البادية أم أقل؟ الناس كانوا تقول العربية كياكلوا كتار، خطأ. الناس في المدينة أصبح، لماذا؟ أنتم تأكلون أكثر لأن الناس في البادية ليس لا يتسممون على الأقل بالتلوث، فأنتم لتقاوم التلوث يجب أن تأكل ضعفين ما يأكله الناس في البادية، غير باش تقاوم التسمم عبر التنفس وعبر ما تمتصونه من تلوث في المدينة. يعني حتى الأصوات في المدينة، فحتى الأصوات في المدينة ستريس، تعطي ستريس، وحتى هي تضيع طاقة في الجسم، مش غير ما تتنفسون، وحتى الأصوات، وحتى هذه أشياء طبيعية موجودة في، يعني الحمد لله بكثرة. الزيتون يا إخواني منتوج مغربي نحن نعلمه جيدا، ولكن هو ينتج، ولكن ما نأكله فهو يعني موت.
الذي نشتريه من السوق ونأكله وليس زيتون إنما موت، لأنه شيء معالج بالسجى ومحمض بحمض الكبريتيك ثم تعطيه للمستهلك، لأن هؤلاء الباعة عاهدوا هذه الأشياء، يجب أن بيعوا هذه الأشياء قبل شهر اثنين لأن الزيتون كيف سدلين. فلماذا لا تشترون زيتون أنتم وتخمرونه بأنفسكم؟ زيتون مع الملح تضربونه بالحجر أو بسكين ثم تضعونه مع الملح في دوركم 60 كيلو إلى 80 كيلو من الزيتون في السنة كافية لكل عائلة. فاشتروا زيتون يا إخواني وخللوه أنتم بأنفسكم في دوركم، لماذا؟ والله نحن العجز يعني هما ينتهزون العجز يعني. أصبحنا ماشي عجز، أصبحنا يعني لا نقدر على شيء. يعني إنسان يأخذ الكار يمشي لقلعة فراغنا يمشي لبني ملال ولا القصيبة ويجيب خنشة ديال الزيتون يرقدها لولاده والسلام، حسن ما يقولوا ليه دير ولد الرباط ودير له السكانر وراه فيه السرطان ولا